الفنون. سيتمكن الطلاب في فصول الفنون من بناء معرفة فنية على نحو فني من خلال تطبيق المعارف والمهارات التأسيسية مع العمل في الوقت ذاته على 4 عمليات ذهنية أساسية للابتكار في عالم الفنون: الإبداع والاستجابة والأداء، العرض والتواصل. في أنوكا-هنبن يمكن للطلاب اختيار دراسة أحد فصول الفنون على مدار سنوات الدراسة الأربع بناء على الجدول المتاح، بالإضافة إلى العديد من الدورات الدراسية الاختيارية المقدمة. يمكن للطلاب كذلك الاختيار من بين خيارين للإلحاق المتقدم. نقوم بتقديم 21 دورة دراسية اختيارية في قسم الفنون تتضمن ما يلي: Ceramics 1, 2, and 3, Computer Art 1 and 2, Video Art 1 and 2, Drawing 1, 2, and 3, Jewelry and Craft Design 1 and 2, Medical Illustration 1, فقط في مدرسة كون رابيتس. Painting 1, 2, and 3. Sculpture 1, 2, and 3. Advanced Placement Studio Art, Drawing, Painting. Advanced Placement Studio Art, Ceramic, Sculpture. لطالما كان الفن بمثابة وسيلة مميزة للكشف عن حقيقة هويتنا، فالفن يمنحنا سبلا عدة للتفكير على نحو منظم مثل العلوم أو الرياضيات، وعلى نحو متنوع مثل الفلسفة أو الأدب. تستعين جميع الثقافات على مستوى العالم بأسره بالفن. الطلاب الذين يسعون إلى التعبير عن قدراتهم الإبداعية وتنمية ثقتهم في أنفسهم وتطوير مهاراتهم، فضلاً عن تقدير تنوعهم وتفردهم واكتشاف وسيلة جديدة لرؤية العالم من منظور مختلف، تتوفر لهم مجموعة متنوعة من الخيارات في أنوكا-هنبن سكول ديستريكت. ما الخطوة التالية؟ انتقل إلى دليل التسجيل بين قوسين صورة وراجع علامة التبويب الخاصة بالقسم لمعرفة المزيد حول متطلبات الدورة الدراسية وتوقعاتها. تقدم العديد من مدارسنا دورات دراسية متميزة قد لا تظهر في هذا الفيديو. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك أو التواصل مع مستشار مدرستك للحصول على المزيد من المعلومات.